كان راح يخبرنا عن مكان المرأة. وإذا عرفتوا مكان المرأة وين ساكنة كيف راح تطلعوا لي من هون؟ ها؟ تعالي لهون. تفضلي شوفي برا. شو رأيك؟ إذا سحبت الشرطة منطلع. عندكن أوامر تانية؟ لكن انتو فهمانين شو عملتوه؟ هاي اسمها وحدة المخابرات السرية، الرئيس ما بيمون عليها. اي وشو المشكلة؟ سبقوا انت اقتحمتها. وبتعرفي شو التمن اللي دفعته لهالشي؟ نحن مستعدين ندفع التمن مقابل نطالع رفقاتنا. بعدي من هون. أخي إجت الوحدات الخاصة، عم بيحضروا حالهم ليفوتوا. طيب كيف بدنا نطلع من هون من دون ما حدا يكشف أمرنا؟ عابد، هدفنا انه ننقذ يلي جوا. انتو رح تدخلوا من قدام وانتو رح تدعموهم من ورا. يلا وقفوا، نزلوا سلاحكم. مراد على مدار خير، انت شو عم تعمل هون؟ انا اللي لازم اسألك هالسؤال، لانه لو ما اجيت كانت خربت الدنيا. مين هنن؟ شو بدهن من هون؟ بس نعرف رح نخبركم بكل شيء. ما كنت بعرف انه عندك فرقة خاصة. هلا حضرتك فوت لجوا وتطمن على الوضع، وبس تخلص ابعث لي تقرير. طبعا اكيد. بس تخلص قصة جواب المجموعة بدنا نبعتهم على العاصمة. ولا يهمك، رح احضر لك الملف وابعته.